الجزء الثالث من مساعدات الأسنان للأطفال، إذا ترجع على البيج الرئيسية راح تلقى إنه how much you can get. How much you can get يعني إيش قد تقدر توصل لك من مساعدات الأسنان لمساعدات الأسنان للأطفال. هو هنا based on amounts based on income benefit amounts based on income، يعني يعتمد على إيش قد الدخل مالتك اللي أنت مسويه. الناس اللي عندهم أقل من 70,000 دولار مسوين يجيهم 650 دولار لكل طفل على المساعدات الأسنان للأطفال. اللي مسوين 70,000 إلى 80,000 تجيهم 390 دولار، اللي مسوين 80,000 إلى 90,000 تجيهم 260 دولار، اللي مسوين 90,000 أو أكثر ما تجيهم أي شيء. If dental costs are more than 650, إذا التكاليف مال الطبيب الأسنان تجاوزت ال 650 دولار المحددة لك في الشارت هناك. If you apply for one benefit period and your child dental costs are more than that, you may meet the criteria for additional payment. يعني إذا تكلفت أكثر من 650 دولار ممكن انه يغطوا لك اياها وتعتمد على الكرايتيريا، على الاشياء اللي تسويها وعلى قبول الحكومه لهذه المدفوعات. How many payments you can get، يعني كم مره تقدر تاخذ هاي البيمنت. ماكسيمم اوف تو بيمنتس اللي هم البيريد الاولى والبيريد الثانيه. خلال البيريد الاولى راح يجيك ديسمبر، فروم ديسمبر الى جون، اذا انت ما قدرت تسوي ابلاي مثل ما قلنا تسوي ابلاي بالبيريد الثانيه وراح ينطولك اياها. Check how many payments you can get. Did you receive payment for the child during the first benefit period؟ تقول له مثلا اذا قلت له نو تقول له راح يقول لك you could get up to two payments in the second period. فهذا معناته انه الناس اللي ما قدروا يسوون ابلاي على البيريد الاولى، اللي ما قدروا يقدمون، راح يقولون اذا كتبت هنا يس ما راح يجيك، راح يجيك اونلي بيمنت واحد. فلازم تنتبهون على هذه النقطه، تكتب نو اذا انت البيريد الاولى ما اجاك عليها فلوس راح ينطولك مال مرتين. If eligible you could apply for both of the following: payment for your child dental care between July and June and the additional payment for the second period. يعني إذا أنت تكون eligible لهذا الأوبشن، لهذا الخيار، راح ينطولك البيمنت اثنيناتهم لأنه أنت ما قدرت تسوي apply في المرة الأولى. Which main payments to apply for if you have shared custody؟ يعني شنو نوع البيمنت اذا انت عندك شيرد كاستدي، اللي هو اذا انت وزوجتك تكونون لا سمح الله مفصولين، فشنو شلون راح توصل لك. Did you or your child's other parent receive a payment for your child during the first benefit period؟ تقول له مثلا نو تقدر توصل لك اثنين بيمنت بيريد للبيريد اثنيناتها. تقول له يس اني وصلني. Did your child other parent receive a second payment؟ تقول له نو راح يجي لك one payment. فحسب الخيار اللي انت راح تختاره راح ينطيك الاوبشن اللي موجود هنا. بعدين get ready to apply اللي هو تكون جاهز انت حتى انه انت تقدم على هذا الاوبشن. فراح تفتح لك هذه البيج اللي هي البيج الثالث اوبشن بهذه البيج get ready to apply. وهذه get ready to apply بها لازم تختار اذا انت هسه احنا بالبيريد الثانيه، فتختار البيريد الثانيه الاوريجينال بيمنت. راح تنزل جوا have you filed your 2022 income tax؟ تقول له yes راح يقول لك او تقول له no. Did you become a resident of Canada for tax purposes in 2022 or 2023؟ يعني شنو الفترة اللي انت جيت بها لكندا وكنت مقيم في كندا وتقدر تسوي التاكسات مالتك ب 2023 او 2022؟ تقول له مثلا يس. فهسه راح نرجع على الفايل، اذا انتم سويتوا فايل للتاكسات تقول له يس. Do you have, if you have a spouse or common law partner
have they also filed the taxes يعني إذا زوجتك أو زوجك سووا التاكسات مال 2022 تقول له yes they have filed the taxes. Your 2022 للفين tax return will be used to determine if you are eligible for the benefits. يعني شنو؟ ال 2022 تاكسات مثلا جتي انت مسوي 90,001 انت ما تكون eligible. هذا الشيء لازم الانكم مالتك يكون اقل من ال 90,000 حتى تكون eligible لهذه المدفوعات. وايضا هنا عندك confirm you receive child benefit يعني انت هل انه دي يوصل لك child benefit؟ فتقول له نعم اني receive a child benefit. Select the period you are applying for. راح تقول له يا period. طبعا احنا بالperiod الثانية فتضغط على الperiod الثانية مثل ما اني سويت بالماوس حاليا. Did you receive child benefit for child as of July 2023؟ يعني اذا July 1st 2023 بعد من July 1st بعدها هل انه انت وصل لك child benefit؟ راح تقول له نعم انا وصلني child benefit. راح يقول لك great you must be the parent who eligible to receive the child benefit as of July 1st. بعدين يقول لك عندك Canada Revenue Agency account. هذا الشيء راح يسهل عليك الموضوع جدا اذا عندك مع account مع Canada Revenue Agency. وراح نعلمكم بالفيديوهات القادمة شلون راح تسوون apply لل Canada Revenue Agency وما راح تحتاجون هواية اشياء من المحاسب مالتكم او المحاسبة مالتكم الاكاونتنت في كندا لانه الكندا ريفينيو ايجنسي راح يكون بكل المعلومات اللي انت تحتاجها وتقدر تخزنها وتقدر ايضا تطبعها منك من كل الاشياء اللي انت تسويها. Confirm you have access to your CRA my account. اذا ما عندك اكاونت تكتب نو. هنا ايش راح ينطي لك؟ راح ينطي لك register for CRA my account or set up a direct deposit. انت بكيفك شو تريد تسوي؟ تريد تروح على ال CRA account تسوي register للاكاونت او انه انت تسوي direct deposit. اذا سويت CRA account شو راح يقول لك؟ راح انت عندك direct deposit already دي يجي لك على البنك من ال CRA. فبهالحالة انت تقول له انا عندي CRA account. اذا ما عندك تسوي register. اذا ما عندك registration مال CRA account تسوي direct deposit وتخلي معلومات. خلي نفرض انه انا خليت no. راح يقول لي set up direct deposit يعني خلي المعلومات البنكية مالتكم والمعلومات البنكية راح تحتاجون نسخة من التشيك او تروحون للبنك تقول لهم اريد البنك اكاونت نمبر اريد ترانزيت نمبر انستتيوشن نمبر. ثلاث اشياء تحتاجها انستتيوشن نمبر ترانزيت نمبر باك اكاونت نمبر. لازم يكون باك اكاونت سيفينج اور تشيكينج اكاونت مو كريدت كارد. فاني خليه يقول له يس و are you be able to successfully sign in يعني تقدر تسوي sign in للاكاونت مالتك. تقول له نعم. تنزل جوا تقول له is your direct deposit information up to date with CRA يعني هل انه الاكاونت مالتك مع CRA بي الدايركت ديبوزيت انفورميشن. تقول له نعم. فايضا راح تروح يقول لك great okay direct deposit will be the fastest way to get your payments. اذا عندك direct deposit راح انه يكون الموضوع سهل جدا عليك حتى انه انت توصل لك الفلوس وتوصل لك بطريقة سريعة وما يدزوها بالميل. إذا يدزوها بالميل إذا يدزوها بالبريد راح تأخذ وقت كبير جدا. شكرا لكم. تابعونا بالجزء الرابع من معلومات عن مساعدات الحكومة الكندية لأسنان الأطفال.